كابتن نادر السيد لعب مباراة مع الأهلي في كأس العالم للأندية سنة 2005 أمام سيدني. ايوه تشكيل الماتش صعب برضه قوي ده. نبدأ بحارس المرمى طبعا، حارس المرمى انا وائل جمعه، عماد النحاس، وائل جمعه عماد النحاس، بركات اسلام الشاطر، بركات صح، باك ليفت ابو مسلم، احمد ابو مسلم. طب نص الملعب محمد شوقي، قدام كان عماد متعب وابو تريكا في نص الملعب صح. يبقى احنا كده عندنا الباك ليفت حسن مصطفى في نص الملعب، قلب دفاع ولعيب في النص. لعيب دفاع، لا احنا قلنا عماد النحاس ووائل جمعه واحمد سيد. احمد سيد وناحيه الشمال جيلبرتو. طب كان قدام عماد متعب وفلافيو. فلافيو لا، تشكيل مصري بالكامل لغايه دلوقتي، فاضل واحد اثنين ثلاثه، فاضل ثلاثه بس، ثلاث لعيب، واحد في النص، واحد على الشمال، واحد جنب عماد متعب. حد جنب عماد متعب صعب شويه. قول اللي جنب عماد متعب كان اسامه حسن. اسامه حسني باك ليفت. الباك ليفت هو الرافي محمد عبد الوهاب، الله يرحمه. لاعب الوسط اللي كان جنب محمد شوقي وحسام عاشور. اوكي ماشي، كويس يعني 7 من 10، 8 من 10.